بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون السعي بين الصفا والمروة؟ وما هي التحذيرات التي يجب أن ينتبه إليها الحاج أو المعتمر أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ يقول الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي في كتابه حج بلا مخالفات وعمرة بلا مؤاخذات: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو العمرة، لا يتم الحج أو العمرة إلا بالسعي بينهما. يندب أن تكون متطهرا أثناء السعي، وإن كانت الطهارة ليست شرطا هنا كما في الطواف، فإن انتقض وضوءك فتوضأ واستكمل باقي الأشواط. اتجه إلى الركن الأسود مستقبلا ومستلما له إن استطعت، وإلا فأشر إليه بيدك اليمنى مسميا ومكبرا. فكما أن افتتاح الطواف باستلام الحجر فكذلك السعي، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة. يسن لك الخروج من باب الصفا متجها إلى الصفا ناويا السعي المفروض. إذا قربت من جبل الصفا فافعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم: فلما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. واكتفي بذلك أيها الحاج أو المعتمر، ولا تستكمل الآية القرآنية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكملها. ويسن لك أيها الرجل الصعود على جزء من الجبل، فقف على حجارة الصفا مستقبلا البيت، ولا يسن للمرأة الصعود إلا إذا خلى المكان، فتقف هي في أول الجبل، ولا يشرع لكم الصعود أعلى الجبل لمخالفة ذلك للسنة. ارفع يديك للدعاء واحمد الله تعالى وهلله وكبره، وقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مكررا ذلك ثلاثا ومصليا عليه صلى الله عليه وسلم. واحذر من رفع يديك كما في الصلاة أو الإشارة بهما ناحية البيت ثلاثا، فذلك من البدع. انزل من على جبل الصفا واتجه إلى المروة، وامشي مشيا عاديا ذاكرا الله تعالى. وإن تبركت بالمأثور من الدعاء فحسن، وذلك كله من باب ذكر الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. فصل على النبي صلى الله عليه وسلم واحمد الله تعالى قبل دعائك. ويكون هذا والكعبة المشرفة على يسارك حال ذهابك للمروة. إذا وصلت إلى الميل الأخضر على يمينك فالرجل يهرول دون الجري والعدو، والمرأة لا تهرول. وإذا خفت على امرأتك بتركها وحدها فهرول قريبا منها وهي تمشي بجانبك، وتذكر أنك في عبادة لربك، وتذكر سيدتنا هاجر وهي تهرول بين الميلين بحثا عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام. ثم تفجر الماء بين قدمي الرضيع فقالت: زم زم، فكانت زمزم. وكانت الهرولة شعيرة مقدسة في الحج والعمرة. وبنهاية الميل الثاني تنتهي الهرولة عند باب العباس رضي الله عنه، فامشي مشيا عاديا ولا تخالف بالهرولة معظم أشواط السعي.
إذا وصلت إلى المروة فصعد على أثر الجبل واستقبل البيت وافعل ما فعلت على الصفا، وقد تم لك بذلك شوط. عد إلى الصفا ذاكرا داعيا مهرولا بين الميلين الأخضرين، ويكون البيت على يمينك. فإذا ما وصلت إلى الصفا فقد تم لك شوطان. استمر في السعي 7 أشواط تنتهي بالمروة، فتكون قد وقفت على الصفا 4 مرات وعلى المروة كذلك 4 مرات. ويقدم الدكتور حمدي عبد المنعم مجموعة من التنبيهات والتحذيرات، فيقول: إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنت تسعى فتوقف عن السعي وتوجه للصلاة مع الجماعة، ثم عد إلى المكان الذي خرجت منه لاستكمال السعي. إذا اضطررت إلى الوضوء فإذا كنت في الطواف حول البيت فالأفضل أن تبدأ طوافك بعد الطهارة من جديد، أما إذا كنت في السعي فاخرج للوضوء من بئر زمزم القريب من المسعى، أو اخرج إلى الحمامات الشرقية، ثم عد وابني على ما مضى، أي استكمل الأشواط 7. إذا احتجت للاستراحة بعض الوقت فافعل ذلك في السعي، وإن احتجت للشرب فاشرب فلا حرج، بل هو مطلوب آنذاك، حيث لا تشترط الموالاة في السعي، في حين يشترط ذلك في الطواف. احذر من العدو والهرولة طوال أشواط السعي. احذر من ترك صلاة الجماعة والاستمرار في السعي. لا تترك الهرولة بين الميلين الأخضرين، فهي من السنة. لا تطبع، أي لا تكشف كتفك وذراعك اليمنى أثناء السعي، فذلك مخالف للسنة، وإن كان قال به الشافعية. المفردون بالحج والقارنون بين العمرة والحج عليهم سعي واحد فقط، ثم عليهم بعد ذلك طواف الإفاضة فقط وهو ركن. أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي لها ثم يتحلل، ثم طواف الإفاضة للحج والسعي بعده للحج أيضا. لم تشرع صلاة ركعتين بعد تمام السعي، حيث لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لم يشرع التنفل بالسعي، لأن العبادة مبنية على التوقف، وهذا بخلاف الطواف حول البيت، لأنه كالصلاة فيندب تكراره. وبتمام هذا الركن الثالث تكون أيها المعتمر قد أديت عمرتك، وبقي عليك التحلل منها. قسم الله لنا ولك من كل خير آت، وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.